طب اقول لهم على الفكرة بتاع الطواحين الهوائية ولا اقول لهم على الفكرة بتاع جاتا؟ ادخل. قعدت تكتك وتخطط انت ولا على بالك يا معلم؟ فول يا ناصح، فول يا مدير، فول يا صالح. هبقى يلا خلينا ندخل بسرعة عشان نلحق نظبط الدنيا. انا عارف انتوا جايين ليه. هبدأ لكم انا بالفلسفة. هالفلسفة يا برنس؟ الفلسفة يا سيد ناصح كل اللي فيها هو ان انت بتعرف تفكير الانسان ازاي. انت مش خدت في علم النفس انه بيهتم بسلوك الانسان؟ هو بقى في الفلسفة بتهتم بتفكيره، برأيه، بيبنيه ازاي، وهكذا. الفلسفة بتهتم انها تدرس رأي وتفكير الانسان في مسألة شائكة زي مسألة الاخلاق الطبية دي. يعني يجري تجارب على الانسان ولا يجري تجارب على الحيوان؟ ان كل اللي فيها انهم بيشوف الانسان بيفكر ازاي عشان يعرف هيأثر في المجتمع ولا لا. وبكده بتقوم بعيد عنك اللهم احفظنا الثورات. فكل الفلاسفة وكل الحاجات دي نتاج لهم الثورات اللي كانت بتحصل دي. واللهم احفظنا كفاية كده في المادة دي، مش كويس عشان الفيزياء بقى مدير والحاجات التقيلة دي. الفيزياء يا اخ صالح ببساطة كده هي فاتورة الكهرباء. المنهج بتاعك اللي انت بتدرسه ده هو فاتورة الكهرباء، بداية من الكهرباء طلعت منين؟ من طلعت من البطارية لحد في الفصل الثاني لما بيقول لك الحس الكهرومغناطيسي، وبناء على الحس الكهرومغناطيسي بنينا المولدات اللي في السد العالي دي. وبعد ما بتتولد من موتور الكهرباء بتمشي في لحد المحولات الكهربية، او منه طبعا على عدد القياس اللي انا هقيسها، التيار اللي مار او الفولت اللي في السلك عشان اعرف احاسبك كويس اخر الشهر واعرف اديك الفاتورة صح. طب والحديث يا برنس؟ الأجهزة المتقدمة اللي عندنا دي ما بتعتمد على الطاقة الكهربية. الكمبيوترات والتليفونات اللي عندنا دي ما كلها مليانة مقاومات ومكثفات وتيار كهربي بيمر فيها من البطارية اللي عندك دي. ما أنا لازم أحسب أحط قد إيه مقاومات وأحط قد إيه مكثفات، وبعد كده أعتمد على ميكانيكا الكم عشان تعمل لي البروسيسور اللي عندي ده اللي هو المعالجات، تالي أعرف التكلفة الكلية الجهاز اللي أنا بشتغل بيه قد إيه والقدرة بتاعته هتبقى قد إيه وهيستهلك مني طاقة قد إيه. كل منهج الفيزياء بالنسبة السنة دي ما هو اللي فواتير 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 فواتير. والكيمياء يا برنس؟ الكيمياء ببساطة يا عم ناصح نقدر نقول عليها انها ميزان الذهب، بتعرف كل العناصر قيمتها ايه بناء على صفاتها الاساسية بس، مش على القشور والمكياج والحاجات دي. بص للمعدن الاصيل، حاجات بقى زي عدد الذري، صفاته الفيزيائية، لونه، تفاعله، وهيعرف يستحمل معانا ولا لا عشان اعرف احطه في الطيارات، اعرف اعمل بوفره للكاوتش، وهكذا بتمشي العملية. بعد ما عرفنا قيمة كل عنصر ندخلهم مع بعض في تفاعل كيميائي عشان نعرف هنطلعوا لنا ايه، وبعد كده نشوف الالكترونات الحرة اللي بتتحرك كل واحد منهم في الفلز مثلا علشان تعمل لنا البطارية الجلفانية والحاجات الحلوة دي عشان نعرف نحسب فواتير الفيزياء بعد كده. قول في الكيمياء العضوية اللي هي بتعرف ببساطة قيمة كل مركب عضو من المركبات اللي بتعتمد على الكربون دي، استخدامات طبية والأحماض الأمينية اللي بتوع الأحياء والهندسة الوراثية والحاجات الحلوة دي. وكل الحاجات دي بتعتمد على مبدأ واحد ثابت، اني اعرف قيمة كل عنصر او مركب من المركبات اللي عندي. طب كده فاضل جزئين الرياضة، التفاضل والتكامل يا مدير. التفاضل والتكامل يا مدير. باشا مدير. عارفين لعبة جاتا؟ طب وايه العلاقة يا مدير لعبة جاتا بالتفاضل ده؟ التفاضل والتكامل هما اللي بيحطوا لنا كل حاجه حوالينا في صيغه رياضيه، ابتداء من السندوتش اللي عينك هتتقلي عليه من بعد الفطار ده لحد الملاعب بتاع الكوره كده، سانتياغو برنابيو، برج العرب، وربنا يسامحنا على الكذب ده. الحاجات دي كلها بتتوصف بمعادلات رياضيه بسيطه اسمها التفاضل. بتاخد الحاجه بتاعتك وبتجيب القام الاصغر منها اللي هو اللي اسمه الاشتقاق، بنشقها بنصغرها يعني، ومنه بندخل على المعدلات الزمنيه، الحاجه الكبيره هتصغر ازاي، يعني برميل مثلا لو خرمنا هيفضي في قد ايه، ما هو بيصغر اهو بيفضل يشتق 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 اهو. التكامل بقى بناخد الحاجه الصغيره دي ونفضل نكبرها 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 لحد ما نوصل للقانون العام بتاعها. بعقلك كده كانوا هيجيبوا ازاي مساحه الدايره وهي اصلا شكل مش منتظم؟ خدوا حته صغيره خالص من الدايره تكون على شكل منتظم وعملوا لها عمليه تكامل، وبالتالي طلعوا لنا مساحه الدايره. وهكذا كل الاشكال اللي ملهاش اي انتظام في الدنيا، ومنها برضو السندوتش اللي عليه ده. وادي يا ساده محترمين المواد في أبسط صورة ليها وإزاي تستمتعوا بيها. بقى في أحلى من كده بالذمة.
تنسوش تتابعونا يوميا بعد الفطار وحلقة جديدة من فالح وصالح وناصح حصريا على راديو الثانوية. وما تنسوش تشير الفيديو لكل الناس علشان كل الناس تعرف وكل الناس تنتفع.